بنت تسأل وتقول أرجو عدم إزاعة هذه المشكلة، لكن أطلب الرد فقط. شوف يا بنتي، مش مشكلتك ميعاد الزواج يكون أمتى، لكن المشكلة الأساسية إن واحد يتجوز واحدة من الخارج وما تضمنش تقدر تسافر معاه ولا ما تسافرش. المشكلة دي ياما عاصرناها، واحد يتجوز واحدة وما يقدرش يطلعها برة وتقعد هنا ويمشي هو، ولا هي عارفة متجوزة ولا مش متجوزة. خلي بالك من الكلام اللي بقوله واحفظيه كويس. الزواج بواحد من الخارج سهل، لكن ممكن الواحدة تسافر معاه ولا مش ممكن، وتسافر بطريقة قانونية ولا بطريقة غير قانونية، وممكن يعملوا لها ديبورتيشن يعني خلوها ترجع وتسيب البلد. انا بقول لك وخلي بالك من نفسك، ده مستقبلك وحياتك كلها. سؤال: هل الأهل المنتقلين يشعرون بنا في هذه الحياة، وهل يسامحون عن أعمالنا الشريرة التي عملناها معهم ونحن نادمون عليها بعد انتقالهم؟ أنا في غاية الندم مما صدرنا. ربنا يسامحكم، وهم طبعا يفرحوا بتوبتكم، وما تفتكروش إن واحد يروح في العالم الآخر وياخد شوية حقد معاه في قلبه، لا، العالم الآخر لا يحتمل الفقد. فاطمئن، ما دام توبة حقيقية ربنا يقبلها. واحدة بتقول: أنا فتاة جامعية سني 28 سنة ولدي اشتياق شديد للرهبنة منذ فترة كبيرة، وبتردد على الأديرة كتير جدا، ودايما الرد ما فيش مكان. معلش ان شاء الله برضو انا افضى شوية واشوف كيف ادير الراقبات دي، لان مديون ليهم، لان ما رسمتش او ما عينتش رئيسات لاثنين من الاديرة، والحكاية تعبانه شوية. شوية بشوية إن شاء الله أخرج من العملية دي بالسلام. واحدة بتتكلم عن حالتها السيئة وزوجها بدون عمل إلى آخر، وبعدين بتقول: وأنا تبع كنيسة الملاك. يا بنتي، عندنا كذا ملاك. أرجو لما واحدة تقول عندك أنا في كنيسة الملاك تقول: كنيسة الملاك فين؟ عندنا الملاك في توسن، وعندنا الملاك في عياد بيه، وعندنا الملاك في البحر، وعندنا الملاك في الإبي، وعندنا ملائكة كتير. تبقى تقولي لي أنا في كنيسة الملاك في الحي الفلاني. على كل، أنا هسيب الطلب بتاعك مع أسقفية الخدمات، بس تروحوا وتقولي لهم على عنوان كنيستك. هي فاكرة أكملنا ملاك يبقى خلاص ما فيش ملاك غيره. زي واحدة تقول أنا في كنيسة العدرة. طب العدرة فين؟ كنيسة ماري جرجس. ماري جرجس فين؟ واحدة بتقول: إلى أي مدى يمكنني تصديق الآباء الرهبان بين قوسين ذوي الشفافية المتوحدين الذين يقولون إن كذا سيحدث في المستقبل، سواء نجاح أو ارتباط أو غير ذلك، مع إن شديدة الإيمان وكثيرة الصلاة من أجل حدوث الموضوع إلى آخر. لا يعرف المستقبل إلا الله وحده. كنا الراهب يقول لك هيحصل كده في المستقبل، يعني اهو كلام،
إلا لو كان ربنا أعطاه موهبة النبوة، دي مسألة أخرى. واحدة بتقول في المزمور: امرأة تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غصون غروس الزيتون، قدرت حل مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. فهل عدم الإنجاب عقاب من الله لبعض الناس؟ لا طبعا لا. صحيح البنون ميراث من الرب، ولكن في قديسين كتار ما كانش عندهم اولاد، ودي مش معناها ان ربنا غير راضي، لا. واحد بيقول: نرى في نهاية سفر ايوب ان ايوب تألم من كلام اصحابه اللي قال لهم معزون وطيبون دول، وكذلك الله تبارك اسمه لم يوافق على كلامهم وقال انهم لم يقولوا الحق فيا كما قاله ايوب. فهل بعد ذلك يكون كلام هؤلاء الاصحاب نافعا للتعليم لان فيه كلام مقبول؟ وهل بعد ذلك ايضا يكون مصدر كلامهم هو الروح القدس؟ هو كلام منهم كلام مظبوط، لكن تطبيقه على ايوب ما كانش مظبوط. يعني فرقوا بين الكلام في حد ذاته ككلام وتطبيق هذا الكلام على ايوب الصديق. مشكلتهم انهم كانوا فاكرين ان تجربة ايوب سببها خطيته، وهو ما كانش عنده خطية. الرب قال عليه انه رجل كامل ومستقيم، والحكاية كلها تدور في هذا النطاق. الوقفة دي تقعد. واحد بيقول: نرجو تفسير ما جاء في رسالة بولس الرسول إلى كورنثوس الإصحاح 15 التي تقرأ في عيد القيامة المجيد، إن الآب بعدما إن الأخيرا يعني الإب يخضع للآب. القديسين في تفسير هذه الآية يقولون أن الإب في كورنثوس الأولى 15 يقدم خضوع الطبيعة البشرية أو طبيعة الإنسان أو طبيعة الكنيسة للآب بصفته ابن الإنسان ممثل لهذا الإنسان. يعني الآية مش منطبقة على لاهوته ولا حتى على ناسوته كفرد، لكن ناسوته كممثل للبشرية، لأن المسيح حتى من الناحية البشرية كان خاضعا للآب، وقيل إنه خضع حتى الموت، موت الصليب، وكان بيقول: لتكن لا إرادتي بل إرادته. فمن جهة الخضوع كان خضوع كامل كفرد، لكن كممثل للبشرية في كورنثوس الأولى 15، وده بيتكلم عن نهاية العالم وانتهاء كل شيء وخضوع كل شيء وآخر عدو يخضع هو الموت إلى آخره. فالمسيح يقدم خضوع الكنيسة أو خضوع البشرية أو خضوع المؤمنين للآب كممثل لهم وليس كفرد. واحد بيقول: أعجب ببنت، يعني وكان عايز يتجوزها، وبعدين في مشاكل خاصة بالأسرة بتاعتي،
فهل يعمل خطوبة ولا لا؟ شوف، عايز اقول لك هذا، يعني اول حاجة عايز اقولها، البنت ما ذنبها، ما جريمتها اذا كان ابوها كذا ولا امها كذا ولا اخواتها كذا؟ هي ذنبها ايه؟ كون انها عاشت كويسة حتى في الوسط ده فضيلة ليها، دي اول نقطة. تاني نقطة، لو كانت مشاكل العائلة تؤثر عليها هي كإنسانة أو تنضم لأبوها وأمها في مسائل معينة، أو إنها واخدة من طباع بعض المخطئين، دي حاجة تانية. لكن إذا كانت هي بنت كويسة، وهو بيقول إن راح لأب الأطراف قال له بنت كويسة بس عائلتها فيها مشاكل، هي ذنبها إيه؟ ولا هتفضل قاعدة كده لا يقبلها أحد ولا يخطبها أحد بسبب إن عائلتها فيها أخطاء؟ حرام. إذا كانت هي كويسة في حد ذاتها وعائلتها فيها أخطاء، هي مش مسؤولة عن أخطاء عائلتها إلا لو كانت مشتركة في هذه الأخطاء. ودي تورينا مشكلة أخرى بتحصل كتير، إن بنت معينة في أسرة تغلط غلطة فتوقف حال إخواتها البنات كله، يقولوا آه مش دي أخت فلانة اللي عملت كذا، ويعيني كل البنات دول يفضلوا زي بيوت الوقف، حالتهم لا تتحرك يمين ولا شمال. أرجو نأخذ الأمور دي بطريقة فردية، لأن العيلة الواحدة بيحصل يكون فيها الكويس والوحش حتى لو كان أخوات. من عيلة واحدة كان يعقوب وعيسو، ويعقوب كويس وعيسو شريف. من عيلة واحدة ومن أب واحد ومن أم واحدة كان قايين وهابيل، واحد كويس واحد وحش. من عيلة واحدة كان أبشالوم وإمنون وسليمان الحكيم، مش الكل واحد. وما ناخدش واحد بخطية أخوه أو أخته أو أبوه أو أمه ليكن حكمنا عادلا على الناس ومترفقا عليهم. وأكتفي بالأسئلة دي عشان الوقت طال. بيننا وبين عيد البنتكوستي، عيد حلول الروح القدس، أيام قليلة، فعايز أتكلم شوية عن الروح القدس وعلاقته بينا وعلاقتنا بيه، وخصوصا بيننا وبين عيد الروح القدس علاقات كثيرة في مسألة الرسامات. يعني يمكن ربما نص الآباء الأسقف مرسومين في عيد حلول الروح القدس تقريبا. يعني فهي حكاية الروح القدس دي، أول حاجة لابد أن نذكر لاهوت الروح القدس. الروح القدس موجود في كل مكان، ودي صفة إلهية. المرتل بيقول له في المزمور: أين أذهب من روحك ومن وكرك؟ أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهاوية فهناك أنت. ومش بس موجود في كل مكان من ناحية اللاهوتية الصرفة، وإنما حتى من جهة سكناه في البشر، فهو يسكن في كل قلب لكل إنسان، يبقى موجود في كل مكان، وهو أيضا قادر على كل شيء، ويعرف كل شيء،
حتى قيل عنه أنه يفحص كل شيء حتى أعماق الله، وقيل أنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. الروح القدس مصدر المواهب كلها، طبعا المواهب دي من الله، فلما نقول الروح القدس، الروح القدس هو مصدر المواهب، ده دليل على لاهوته. وما ورد ايضا في اعمال 5 في قصة حنانيا وسفيرة، لما بطرس الرسول قال لهم انتوا لم تكذبوا على انسان، كذبتم على الروح، كذبتم على الله. يعني لما كذبوا على الروح القدس يبقوا كذبوا على الله. الروح القدس عموما هو روح النعمة وروح القداسة وروح القوة وروح الحكمة والفهم وروح المعرفة، كما ورد في سفر إشعياء النبي إصحاح 11 آية 2. وهو روح العزاء أيضا، والسيد المسيح سماه المعزي، وقيل عنه أيضا أنه روح الحق. والروح القدس هو روح الآب وهو روح الإب، وهو أخنوم الروح في الثالوث القدوس. الكنيسة الأولى كانت كنيسة قوية لأنها كانت تعمل بالروح القدس. الروح القدس هو الذي كان يرشد الكنيسة، وهو الذي كان يقود المجامع المقدسة، وهو الذي كان يتكلم من أفواه الرسل. قال لهم السيد المسيح: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. والروح القدس كان هو الذي يبكت الناس على خطية، وهو الذي يقودهم إلى البر، وهو الذي كان يختار الرسل، قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه، وكان يقود المجمع المقدس. وأول قرار للمجمع المقدس توج بعبارة: يرى الروح القدس ونحن كذا كذا كذا، في أعمال سفر الأعمال إصحاح 15. فالكنيسة الأولى كانت كنيسة الروح القدس، وكان الروح القدس هو اللي يقودها، عشان كده كانت كنيسة ناجحة. وإذا أردنا أن نكون ناجحين ككنيسة وكأفراد، ينبغي أن نجعل الروح القدس يتولى قيادتنا ككنيسة ويتولى قيادتنا كأفراد. وهكذا توجد حاجة اسمها شركة الروح القدس، والمقصود بشركة الروح القدس كما ورد في آخر الرسالة الثانية إلى كورنثوس، وكما تسمعون ذلك في البركة التي تقال في آخر اجتماع. شركة الروح القدس يعني الروح القدس يشترك معنا في العمل، فأنت علشان تمشي صح في حياتك لابد أن تسأل نفسك في كل عمل تعمله: هل روح الله يشترك معاك في هذا العمل أم لا؟ إذا كان روح الله يشترك معاك تبقى تعمل، إذا ما كانش يبقى بلاش. وطوا الأمر اللي فاير شوي. فيبقى عندنا سكن الروح القدس في الإنسان وشركة الروح القدس مع الإنسان. سكن الروح القدس في الإنسان تأتي بسر الميرون المقدس
اللي بنسميه شركة سر المسحة المقدسة، دي الروح القدس يسكن في الإنسان في سر الميرون المقدس، وده غير الروح القدس وعمله في الكهنوت. يعني سكن الروح القدس في الإنسان دي حاجة عامة بالنسبة لجميع المؤمنين، ولكن الكهنوت دي نعمة خاصة تعطى لأشخاص معينين وينالونها بوضع اليد وبالنفخ المقدسة وبنوعية النطق الذي ينطق عليهم. يعني بتوضع اليد وبعدين يقال هذا قسيس بالنطق، هذا أسقف بالنطق، هذا كذا كذا كذا، على حسب المنطوق يكون. الروح القدس في الكهنوت، سكن الروح القدس في البشر، شركة الروح القدس. اللي بيدخل في شركة الروح القدس بينال ثمار الروح القدس في حياته، وثمار الروح وردت في الرسالة إلى غلاطيا الإصحاح الخامس آية 22 وآية 23. في فضائل بينالها الإنسان بالجهاد وبالتعب وبالتدريب إلى آخره، وفي حاجات من ثمار الروح القدس في الإنسان. وأيضا في حاجة اسمها مواهب الروح القدس، في مواهب فائقة للطبيعة تعطى لبعض الناس. هذه المواهب عموما وردت في كورنثوس الأولى الإصحاح 12، والألسنة وردت في كورنثوس الأولى الإصحاح 14. يعني مثلا نلاقي من ثمار الروح القدس في الإنسان الحكمة والإيمان. طب ما جايز إنسان عادي عنده حكمة أو عنده إيمان. الإيمان اللي هو من مواهب الروح القدس إيمان غير عادي فائق للطبيعة، والحكمة التي تعطى كموهبة من الروح القدس حكمة من نوع غير عادي فائق للطبيعة. الإنسان الذي يسكن فيه الروح ويدخل في شركة الروح القدس يعطيه الروح موهبة أخرى وهي الحرارة، الحرارة الروحية. عشان كده في الكتاب بيقول حارين في الروح. وليه حارين في الروح؟ لأن الروح القدس قيل عنه إن هو الروح الناري، ونزل على التلاميذ على هيئة ألسنة كأنها من نار. فالإنسان الروحي يكون حار في الروح، في خدمته حار في الروح، في محبته حار في الروح، حتى في صلاته تجد صلاته حارة في الروح. إن وجدت نفسك ما عندكش حرارة لا في صلاتك ولا في خدمتك ولا في علاقتك بربنا، اعرف انك انت لم تشترك مع الروح القدس اشتراكا حقيقيا يمنحك هذه الحرارة. حرارة تكون في الحب، وحرارة تكون في الصلاة، وحرارة في الخدمة وفي كل عمل من الأعمال. اللي بيدخل في شركة الروح القدس مش بس بيأخذ ثمار الروح القدس وأحيانا مواهب الروح القدس ولا بس حرارة من الروح القدس، إنما يأخذ أيضا قوة
من الروح القدس، لأن الروح القدس هو روح القوة. والسيد المسيح قال لتلاميذه: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. إن كنت ضعيف في حياتك الروحية أو ضعيف في خدمتك أو ضعيف في عمل الرعاية، اعرف انك انت لست متجاوبا مع الروح القدس تجاوبا حقيقيا. في الكهنوت بيعطى الروح القدس للناس، وبمنح الروح القدس للناس في الكهنوت يأخذون على الأقل أمرين اثنين في منتهى الأهمية. الأمر الأول هو سلطة الكهنوت وعمل الكهنوت في السرائر المقدسة وسلطة الكهنوت في الحل والربط ومغفرة الخطايا، دي أول نقطة. وتاني نقطة، ينالون من الروح القدس قوة. السلطة بتاعت الكهنوت لا تتغير بتغير الإنسان إلا لو شلح، ولكن القوة تتغير من جهة إن هو بيتجاوب مع الروح القدس ولا ما بيتجاوبش من الروح القدس. تلاقي كاهن خدمته ضعيفة أو أسقف خدمته ضعيفة، تقول إزاي مش خد الروح القدس؟ نقول خد الروح القدس، لكن هل هو اشترك مع الروح القدس؟ هل هو تجاوب مع الروح القدس؟ هل هو سلم قلبه وإرادته وحياته كلها للروح القدس ولا لا؟ دي تختلف من شخص إلى آخر. الروح القدس أيضا هو مصدر للتعليم، بيقول يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم. لستم انتم المتكلمين لكن روح ابيكم. لم تأتي نبوة قط من جهة انسان، لكن تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس كما قال معلمنا بطرس الرسول. اذا مهم الروح القدس في التعليم، على شرط ان الذات لا تدخل في الموضوع. يعني ايه؟ يعني في ناس يعلمون فكرهم الخاص ومفهومهم الخاص حتى لو كان هذا المفهوم ضد تقاليد الكنيسة وضد تعليمها. هنا ما نقولش الروح القدس، هنا الذات اوقفت عمل الروح القدس لكي تتولى قيادة الإنسان بنفسه. احترسوا من الذات. الإنسان اللي يطلب إرشاد الروح القدس في التعليم يمنحه الروح القدس تعليما. اللي يقول لربنا اكشف عين عيني فأرى عجائب من شريعتك، اللي يقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني الى طريق المستقيم، فهمني وعلمني، فيتولى الروح القدس تفهيمه وتعليمه. الروح القدس مهمة في التعليم. الروح القدس ايضا مهم في التوبة، لان روح الله هو الذي يبكت الانسان على الخطية، وروح الله هو الذي يقوده في الحياة الروحية، فلا بد ان يكون له شركة مع الروح القدس، والا لا هيعرف يتوب ولا هيعرف يسلك سلوكا روحيا سليما. في سفر ارميا النبي يقول:
النبي على من الوحي الإلهي: توبني فأتوب. يعني ربنا هو اللي يتوب الإنسان فيتوب. بل الروح القدس أيضا هو الذي يقود إلى الإيمان، لأن الكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس. الروح القدس يشتغل مع غير المؤمنين ليقودهم إلى الإيمان، وهكذا فعل في قصة كورنيليوس اللي وردت في أعمال إصحاح 10. فيبقى الروح القدس يقود غير المؤمنين إلى الإيمان، ويقود المؤمنين إلى حياة القداسة وحياة التوبة والبر. الروح القدس أيضا يدخل في العبادة، زي ما بيقول الرسول: أصلي بروحي وأصلي بذهني، أو أعبد الله بالروح. كلمة الروح هنا يعني روح الإنسانية التي يقودها الروح القدس، ولها شركة مع الروح القدس. والكتاب بيقول، أو قال السيد المسيح نفسه: الله روح، والذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وهنا نفرق بين العبادة الروحية والعبادة الشكلية. العبادة الروحية عبادة بالروح، صلاة روحية، صوم بطريق روحي، تأملات بطريقة روحية، تصرفات أيضا روحية. يعني الإنسان الروحي تبقى تصرفات روحية، حتى إن وقع في مشاكل يحل المشاكل بطريقة روحية، يحل المشاكل بطريقة روحية. وإن تكلم يتكلم الله على فمه، ولذلك يكون كلامه له تأثير في نفوس الناس. وإن خدم يخدم خدمة روحية بطريقة روحية. جميلة جدا العبارة التي قيلت عن شمشون في أول حياته في سفر القضاء الصح 13. قيل إن روح الله كان يحركه، روح الله كان يحركه. ياريت كل واحد فينا يخلي العبارة دي منهج ليه في حياته، ومنهج ليه في خدمته، ومنهج ليه في تعليمه: كان روح الله يحركه. فهل انت في حياتك بتحركك رغبة شخصية او شهوة شخصية او فهم شخصي، ام انت في حياتك بيحركك اشخاص اخرون بارشاد معين حسب نوعيتهم كويسين او وحشين، ام انت يحركك روح الله؟ دي مسألة لازم تتأكد منها. فإذا سلك الإنسان هكذا يدخل في نقطة مهمة، وهي السلوك بالروح. الكتاب بيقول: لا تسلكوا حسب الجسد لكن اسلكوا بالروح. وهكذا يعطيه الله روح القداسة. بقي نقطة لابد أن أنا أقولها لكم، وهي مفارقة الروح. مفارقة الروح للإنسان إما مفارقة جزئية وقتية أو مفارقة كاملة. المفارقة الجزئية تكون نتيجة إن الإنسان يرفض عمل الروح القدس فيه، ويبعد عنه الروح لفترة معينة، ويعود بالتوبة إلى روحياته. لكن
المفارقة الكلية دي معناها انتهى، دي اللي تخش في التجديف على الروح القدس اللي هو المفارقة الكلية لروح الله للإنسان، وأيضا مفارقة الإنسان للروح القدس مفارقة كلية، عشان كده يسلموها التجديف. لذلك احنا دايما بنصلي وبنقول له روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني، ونقول جددته في احشائك قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جددته في احشائك. يعني ايه جددته؟ يعني كل ما الانسان يفطر ويبعد عن الروح يرجع الروح يجدد عمله فيه. يقول اما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور. ودي صلاة بنصليها كل يوم في صلاة الساعة الثالثة، نقول روحك القدوس الذي انعمت به على تلاميذك القديسين ورسلك الاطهار المكرمين في وقت الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منه بل جددته في احشائه. بكل ما يعطي الروح القدس من قوة روحا مستقيما ومحيا والنبوة والعفة الى اخره. وايضا مفروض علينا ان احنا لا نقاوم الروح ولا نحزن الروح ولا نطفئ الروح، انما باستمرار يكون لنا عمل متجدد مع الروح. الكتاب بيقول اسلكوا بالروح، بل بيقول اكتر من كده امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح بيترجمها البعض اجعلوا روح الله يملأكم. لما انسان يكون ممتلئ بالروح ده يبقى كل التصرفات روحية. انسان عجيب زي يوحنا المعمدان من بطن امه كان ممتلئا بالروح القدس، الرسل كانوا ممتلئين بالروح، قيام استفانوس الشماس انه كان مملوء من الروح القدس. عيشوا بالروح لكي تعيدوا عيد حلول الروح القدس. اتفضلوا.